بيكم في حلقه جديده على قناتي قناه لايفز اوف دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. النهارده هنتعلم مع بعض تدريب جديد وامر جديد اسمه هولد اون او كاتش ستي. ليك الحريه طبعا في اختيار الامر زي ما انت عايز للكلب بتاعك. الامر انت اللي بتختاره بمزاجك، مش شرط الحاجه اللي انا بقولها هي اللي لازم تعملها بالتفصيل اسم الامر يعني، لكن التدريب اعتقد ان المفروض انك تعمل زي ما انا علمته التدريب بالظبط علشان يجيب معاك نتيجه ان شاء الله. النهارده هنشوف ازاي الكلب بيعمل امر كاتش ستي او هولد اون، بمعنى ان هو يعمل امر ست وبعد كده انت تقدر تشيله اي حاجه يمسكها لحد ما ترجع تاخدها منه تاني. قبل ما نبدا الحلقه ونشوف الكلب اتعلم ازاي الامر ده، افكركم بمواعيد حلقاتي كل يوم حد وثلاث وخميس الساعه 7 ان شاء الله. هتلاقوني بعرض الحلقه على اليوتيوب على القناه بتاعتي. تعالوا نشوف علمنا كروية جيرمان ازاي الامر ده. تعالوا نشوف. كاتش ستي نو هات الكيس ستي ستي ست كاتش كاتش ستي 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 نو كاتش ستي ستي نو ست 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 كاتش ستي نو كاتش ستي ستي نو كاتش ستي 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 نو كاتش ستي ستي نو كاتش ستي 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 جود جير. ست 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 catch stay 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 look here catch stay 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 look here. زي ما شفنا مع بعض الكلبة في آخر الفيديو عملت الأمر مظبوط. طبعا أهم حاجة الصبر، ولازم تتحمل
الوقت طالما انت غاوي ان انت تدرب الكلب بتاعك لازم تستحمله ولازم تصبر عليه، واهم حاجه توقيت المكافاه يكون في ميعاده مظبوط في الوقت اللي تبقى شايف فيه الكلب بيعمل الامر بالشكل الصحيح. يا رب تكونوا استفدتوا بحلقه النهارده، اشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.